كون الفريقين اتفقا على أنها نزلت في علي غير مسلم وغير صحيح، بل وجدت معظم علمائنا على الإطلاق وبمقتضى الصنعة الحديثية، مش بالتعصب والتهور أبداً والتعسف، يضاعفون الحديث الذي ورد في هذا الشأن أن علياً تصدق وهو راكع. قالوا حديث لم يصح، كل رواياته غير صحيحة وما ينبغي أن يصح. وليس بمثل هذا أيها الإخوة يمدح الإمام عليه السلام ولا غيره. لماذا؟ لأن الصلاة أيها الإخوة وحليتها الأعظم وشرطها الباطن الخشوع تتنافى مع الحركات، وليس مثل علي. وهنا يحصل التناقض. علي عليه السلام هو الذي روي عنه، يروي عنه الشيعة والسنة أنه في صفين أيها الإخوة أصابته سهام، قيل 36 سهما وهو يصلي فما شعر بها. أنا أميل إلى تصديق هذا عن إمام زي الإمام أبي الحسن عليه السلام في ولايته في خشوعه. نعم نعم، نحن صدقنا قصة عروة بن الزبير كيف قطعت رجله وهو يصلي من غير مرقد من غير بنج، الخشوع. فإيه الإمام علي يركع وهو راكع، واركعي مع الراكعين مع الراكعين وهو راكع، ويعطي أذنه لسائل ويشير بيده ويحدث حركات في الصلاة. هذا لا يمدح بمثله في الصلاة، وإنما الخشوع في الصلاة أيها الإخوة معناه الطمأنينة والثبات والسكون، من قولهم شجرة خاشعة إذا ثبتت فلم تتحرك ولم تهتز فروعها ولا أوراقها، أي معنى شجرة خاشعة أيها الإخوة. هذا هو. فهذا ليس فيه مدح، ليس فيه مدح، فضلا كما قلت لكم عن أنه من جهة السند لا يثبت. أسانيد هذه الروايات كلها فيها متهم وفيها منكر الحديث وفيها وفيها وفيها. العلماء ردوها من جهة الصناعة الحديثية، من جهة الصناعة الحديثية. صحيح أن الواو وهم راكعون واو الحال للحال هي صحيح، لكن ما معنى الركوع هنا؟ انتبهوا، هذا أنا متأكد أكثر العامة لا يعرفون هذا، طلاب العلم يعرفونه، المفسرون يعرفونه حتما لكن العامة لا يعرفون هذا. الركوع في اللغة القرآنية كما اللغة العربية يرد أحيانا أيها الإخوة بمعنى الخضوع والخشوع والتطامن، هذا هو الركوع، هذا هو الركوع. سيبلغ عذرا أو نجاحا من امرئ إلى ربه رب البرية راكعي، يقول النبغة الذبياني. ما معنى راكع هنا؟ خاضع، خاضع لله، ليس راكع بمعنى منحنيا انحناء الصلاة أبدا. بالإجماع أيها الإخوة وبالواقع إلى اليوم أهل الشرائع السماوية السابقة في صلاتهم لا يعرفون الركوع الذي نعرفه، أليس كذلك؟ صلاتهم دعاء وهم وقوف، يصلون وهم وقوف إلى اليوم، معروف هذا فما معنى أمر الله مريم عليه السلام أن تركع مع الراكعين؟ أي تخضع لله تبارك وتعالى، خضوع، أمر بالخضوع لله، أمر بالخضوع لله، هذا الركوع اللغوي. وخر راكعا وأناب، ليس الركوع الصلاة، ليس في صلاتهم، وإنما هو الخضوع والذل والطمأنينة. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، يعني اخضعوا لله، ابخعوا لأمره، اخشعوا لهديه، لا يفعلون. هذا المعنى، هذا أرجح أقوال المفسرين. فهذا الركوع تعرفه اللغة، هذا الركوع تعرفه اللغة أيها الإخوة. في بيت شعر قرأنا النحو ونحن صغار، موجود في شرح الألفية، في كل شروح الألفية مثل به لقاعدة معينة، لا تهين، والأصل لا تهن، لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع، أليس كذلك؟ كل من قرأ شرح ابن عقيل قرأ هذا البيت في الجزء الأول، لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. ما معنى تركع يوما؟ تخضع وتذل، تخضع مش تركع هكذا ركوع الصلاة، هذا الركوع في الأصل. فهنا الواو للحال، والمعنى الصحيح للآية أيها الإخوة، المعنى الصحيح للآية بقرينة سوف ترونها بعد قليل قوية جدا. هؤلاء يقيمون الصلاة ويخرجون الزكاة المفروضة خاضعين لله، باخعين لأمره، لا بمعنى أنهم يخرجون الصدقات وهم في حال الركوع في الصلاة. تفسير ركيك وضعيف جدا، هذا بعيد عن فحولة القرآن. انتبهوا الآن، سوف أفيدكم قاعدة من أجمل ما يكون، وبالأمس في درس التفسير نبهت على على مثل هذا المعنى أيها الإخوة. من أقوى الطرائق في فهم كتاب الله أن تتقصى الموارد،
إذا أردت أن تفهم معنى ولي، ما معنى عهد، ما معنى ميثاق، ما معنى حكمة، ما معنى الحكمة، الكتاب والحكمة، ما معنى كذا، ما معنى الزكاة، فعليك أن تتقراها وتتقصاها وتستقريها في مواردها، وتخرج بنظرية دقيقة قرآنيا. هذا الفهم، هذا التفسير، لأنه كتاب متآزر متصادق، يصدق بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا. في كتاب الله قاعدة إخواني وأخواتي، تعلموها من قواعد التفسير: أينما وجدتم الزكاة مقرونة بالصلاة أو إقام الصلاة فهي المفروضة لا المتطوع بها. انتبهوا، واحد يقول لي والله هذه مسألة يعني إيش تشوش، مرات تفسر الزكاة بأنها الزكاة المفروضة، مرات تفسر بأنها الصدقة قبل فرض الزكاة في المدينة المنورة بعد الهجرة. كيف نعرف؟ أقول لك في عندك قاعدة مهمة جدا: إذا وجدت الزكاة وردت في سياق واحد، في نظم واحد مع الصلاة أو إقام الصلاة، فهي ماذا؟ فهي المفروضة، ليست صدقة التطوع. وهذا يبعد أيها الإخوة ترجيح تفسير الشيعة ورواية الشيعة، وحتى السنة الذين رأوا هذه الروايات الباطلة من ناحية حديثية، أنه أخرج زكاته المفروضة وهو يصلي. مش معقول طبعا، وهم لم يذهبوا إلى ذلك، هم ذهبوا أنه صدق على سائل، لأن السبب فيها سؤال السائل يخرج زكاته المفروضة. انتبهوا، من هذه القواعد الجميلة جدا العلم، ذكرت هذا في دروس التفسير، العلم، وهذه من القواعد التي استفدناها من الشيخ الإمام عبد الله بن الصديق الغماري قدس الله سره، عالم كبير ومبدع، سبحان الله، هكذا بدقيق الفكرة والإلهام توصل إليها وهي عجيبة. وفعلا كم ادخر الله تبارك وتعالى من فضله للأواخر، هذا هو، هذا لم يسبق إليه ولم يقل بهذا أحد من الأمة من قبلي، لكن الله عز وجل فتح عليه بهذا. كثير هذا يحصل عند المتأخرين، الله يفتح عليهم بأشياء لم يفهمها المتقدمون. العلم، قال: وجدت العلم في كتاب الله، كل ما أضيف إلى الله ونسب إليه وتعلق بأحد من البشر تعليما أو إعطاء أو هبة، كان هذا البشر نبيا، لا يكون هذا لغير نبي. شيء غريب، أنا تتبعت هذا كتاب الله وجدته صحيحا إلا في موضع واحد، وهو الخضر عليه السلام، وهذا جعلني أتراجع حتى عن اجتهادي لي في هذه المسألة، وألفت فيها كتابا وأنا شاب صغير، وصرت كالمرجح أن الخضر نبي وليس وليا. لماذا؟ لأن هذا الموضع استثنائي، الموضع استثنائي، علمناه من لدنا، أتيناه من لدنا علما، من لدنا علم نسب إلى الله وأوتيه الخضر، إذن الخضر نبي، لأن هذه القاعدة، العلم إذا نسب إلى الله وأضيف إلى بشر يكون البشر نبيا. لماذا يكون الخضر هنا استثناء؟ المفروض ألا يكون استثناء وتنتظم القاعدة. هذا هو، هذا يرجح، هذه من المرجحات الخفية لم يتفطن لها أحد ممن ألف في قضية الخضر، وألف فيها إبراهيم الحربي، وألف فيها ابن الجوزي، وألف فيها العلامة الحافظ بن حجر العسقلاني، وكثيرون، وأنا ألفت فيها كتاباً يقع في سواء 500 صفحة قبل أكثر من 20 سنة، ولم أتفطن لهذا. من قواعد القرآن الكريم، هذا من دقيق كتاب الله تبارك وتعالى، هذه واحدة. إذن موضوع الركوع وموضوع كذا، هذا بان وجهه لنا إن شاء الله تبارك وتعالى. نعود مرة أخرى: إنما وليكم، وليكم، لسنا نوافق أن الولي بمعنى متولي الأمور، الخليفة، الإمام، بل هو بإذن الله، أنا أقطع بهذا، أنا مستعد أن أباهل على هذا، أنه بمعنى المحب والنصير وليس بمعنى الخليفة والإمام. تعرفون لماذا؟ السياق كله، الآية وسباقها ولحاقها، كل هذا يؤكد أن المراد بالولاية هنا المحبة والنصرة، والله العظيم، من أول السياق إلى آخره، وقد تلوته عن عمد وقصد عليكم بطوله. اقرأوا أول السياق: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا توالونهم في قضايا الدين والنصرة من دون إخوانكم المؤمنين، أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، عبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله عليه، الصحابي المنافق، هذا أول ما وقع الخلاف بين رسول الله وبين بني قينقاع، طبعا هذا بن سلول كان حليفا لهم خزرجيا، فقام فيهم، لا حلفاؤنا، وبدأ يدافع عنهم الخبيث. ما الذي حصل؟
ومشى عبادة ابن الصامت أخو بني عوف من الخزرج. عبادة، تعرفون عبادة؟ هذا من بني عوف، خزرجي. ومشى عبادة ابن الصامت أخو بني عوف من الخزرج رضي الله عنه وأرضاه، وكان حليفا ككل خزرجي اليهود، إيه؟ قينقاع، هو حليفهم أيضا مثله، مثل إيه؟ عبد الله بن أمي. مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إني أبرأ من هؤلاء، أبرأ إلى الله ورسوله منهم، وأتولى الله ورسوله والمؤمنين دونهم. فأنزل الله فيه كما قال ابن إسحاق ومن بعد ابن هشام، أنزل الله هذه الآية. واضح، مسألة لها علاقة بمولاة اليهود. النبي حاربهم وهم الذين ابتدأوا وهم الذين اعتدوا، وهذا يدافع عنهم رأس النفاق ابن سلول لعنة الله عليه. وعبادة ابن الصامت يتبرأ منهم ويخلعهم وينبذ إليهم حلفهم ويتولى من؟ الله ورسوله وإخوانه المؤمنين. قال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض، مين؟ ابن سلول وأشياعه، يسارعون فيهم. ما معنى يسارعون فيهم؟ المقصود هنا طبعا في أقوال كثيرة، لكن من أرجحها يسارعون فيهم أي في مودتهم وإظهار محبتهم ونصرتهم وموالاتهم. يقولون، يبررون، هذه موقع التعليل، لماذا يسارعون في محبتهم؟ يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، لعل الأمور تنقلب والدهر قلب والزمان غير، الدهر قلب والزمان غير، لعل الأمور تنقلب فيظفرون منا بنصر علينا، فنكون قد اصطنعنا إليهم إيه؟ بعض إيه؟ بعض يد فتنفعنا عندهم. هذا المعنى، والعياذ بالله. أنا أقول لكم هذا منطق المنافقين ومهتزي الإيمان في كل زمان وحين، إلى اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ما عليها. والله العظيم لا يمحض الله ورسوله والمؤمنين ولاءه، وإنما يبقى ينظر إلى هنا وينظر إلى هنا، شوف مين الأقوى، لمن إيه الغلبة، وهكذا مذبذب. النبي قال، الله قال: مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كالغنم العائرة بين إيه الغنمين، لا هنا ولا إلى هنا. المهم، نخشى أن تصيبنا دائرة، رد الله عليهم بقوله: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، قيل فتح مكة، أمر من عنده قيل ضرب الجزية على اليهود والنصارى، بالعكس سيذلون مزيد ذل بإذن الله، وضربت عليهم الجزية فعلا، وبعضهم أجلوا وأخرجوا وبعضهم ذبح وقتل، أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم، هؤلاء حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه، أيها الإخوة، عن نصرة الله ورسوله والمؤمنين وإعلاء شعار الدين، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله، بالله عليكم إخواني، إلى الآن السياق كله له علاقة بالخلافة؟ له علاقة بالإمامة؟ أم له علاقة بمسألة محبة أو معادات أعداء الله ورسوله؟ السياق واضح، أنا لا أدري كيف لا نقرأ القرآن يا أخي، نحن لا نقرأ القرآن، نحن أساتذة على القرآن، نأتي نفرض على القرآن معاني نريدها، معاني مسلفة نريد أن نفرضها على كتاب الله، لا يجوز هذا. الأدب مع الله ألا نقدم بين يديه، الأدب مع كتابه أن نتعلم منه لا أن نعلمه يا أخي. اقرأ السياق، اقرأ السياق كله. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، نفس المعنى، تحب مين؟ إخوانك، تعادي مين؟ أعداء الأمة وأعداء الدين، نفس المعنى. هذا التولي، هذه الموالاة، كل السياق ناضح طافح بهذا. لا أدري كيف لا يلتفت أو لا يراد أن يلتفت إلى هذا. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم. إذن هذه الآية وقعت هذا الموقع الآن، حين سمعتم السياق وفهمتم التفسير إيش بيصير معناها؟ من الذي يجب أن تتولوا وأن تنصروا وأن تظهروا إيه تأييده وتمالئوه على عدوه وأن تحبوه؟ الله ورسوله والذين. ليش ما قالش والذي؟ طب ما الله في مواضع كثيرة بالعشرات قال الذي، وسيجنبها الأتقى الذي. لماذا عبر أيها الإخوة بالجمع؟ قال الذين، والإمام علي مش الذين، الذي عليه السلام، لما قالش الذي؟ انتبهوا، لدى الشيعة ولدى السنة وفي اللغة العربية حمل الجمع على الفرد متعذر، أصعب بكثير من قضية تخصيص العام لسه. هذا جمع، صيغة جمع هذه كيف تحملها على الإمام وحده؟ وبعدين
التخصيص العام في هذا الموضع أيها الإخوة يحتاج إلى أدلة قوية جدا ليسوا يملكونها والسياق ضدهم. ها؟ قال ها؟ الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، حال الخضوع والخشوع والبخوع لأمر الله، لا يترددون ولا يرتابون ولا يعملون أهواءهم وأميالهم النفسانية. انتهت الآية، اسمعوا الآية التي ولتها وعقبتها ماذا تقول؟ ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، مش والذي آمن، صح؟ واضح أنها في مولاة إيه؟ المؤمنين. والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، مش هيك بس. واسمعوا أيضا ما جاء بعد هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم الصلاة اتخذوها. السياق واضح جدا جدا لا علاقة له. طب نأتي إلى الحصر، قالوا الحصر الحصر، الله يقول إنما وليكم، فيها حصر. لو كانت الولاية بمعنى المحبة والنصرة فلا تظهر فائدة الحصر، صحيح؟ هكذا هم زعموا الشيعة. ها؟ لأنه إيه؟ كل مؤمن يجب أن يحب إيه؟ المؤمن الآخر، وين الحصر؟ لكن لو قلنا الولي بمعنى الخليفة ظهرت فائدة الحصر، ولا من صحيح؟ وصار في تفكيك بين ماهية المتضايفين، مش المضاف إليه هو المضاف. كلام فاسد وفهم كاسد. تعلمون لماذا؟ أنا أقول لكم. أولاً ها؟ حين قرأتم السياق وفهمتموه، هل وضح لكم الآن؟ أنا متأكد والله واضح لأي إنسان يفهم العربية وعنده شيء من ذائقتها. هل وضح لكم وجه الحصر؟ إيه معنى إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا؟ واضح جداً. والذي سمك السماء بغير عمد، عارف وجه الحصر؟ وليكم الله والرسول والمؤمنون دون اليهود والنصارى. فهمتم كيف الحصر؟ هذا هو. هم قطعوا الآية من سياقها، بتروها أيها الإخوة من نسيجها، وأجى قال لك الآية بتقول إيه؟ ها؟ وليكم الذين آمنوا، إذا بمعنى المحبة والنصرة ما في فائدة للحصر. إحنا ما بنقولش هذا إيه؟ تتعلق بالذين آمنوا بحيالهم، تتعلق بهم في مجموعهم إذا من؟ اليهود والنصارى، وبالذات هنا اليهود، طبعا مقصود السياق كله اليهود، إزاء اليهود. فإزاء اليهود ظهرت فائدة الحصر. فائدة الحصر إيش بصير معناها؟ بصير معناها وليكم نصيركم وحليفكم وحبيبكم المؤمنون دون اليهود، دون قينقاع، هؤلاء وحدهم وليس اليهود كعبد الله بن أبي وشيعته. وضح ولم يضح؟ هذا لم يتعرضوا له. قال لك حصر مش حصر. بعدين في حجة من أقوى ما يكون، وهي حجة مأخوذة من فقه العربية، هذا علم العربية. متى يستخدم الحصر يا إخواني؟ أنا سأبسط لكم قبل أن أتلو القاعدة، سأبسط لكم بمثال، وبالمثال تضح إيه الأمور الغامضة. الآن نحن في مجلس وحصل اختلاف على نفترض عالمية إيش؟ عالم بين علماء، أو أعلمية عالم مثلا، على عالمية أو أعلمية عالم، جلسي مجموعة مشايخ علماء، وأجا واحد مسموع له وثقة عند الناس، وإيش قال؟ قال إنما العالم فلان. أنتم مختلفين عليه؟ إنما العالم فلان. إذن متى نستخدم صيغة الحصر والتخصيص؟ في وقوع التردد بالاشتراك والمنازعة، قاعدة هذه، هذه يعرفها كل من درس العربية، فهمتم؟ إذا لم يقع أيها الإخوة اشتراك بتردد ومنازعة، ما في فائدة إيه؟ للحصر، ولا مش صحيح؟ فنجي نقول إنما العالم فلان، أنتم مختلفين عليه؟ هذا العالم، واضح؟ جميل جدا. انتبهوا، بالله عليكم ما الذي وقع فيه الاشتراك والتردد؟ أهو من يكون خليفة بعد الرسول؟ ولا موالاة المؤمنين دون اليهود؟ ولا موالاة اليهود دون المؤمنين؟ إيش الواقع في الخلاف؟ وما الذي يقوله السياق كله؟ الموضوع الثاني الذي وقع فيه الخلاف وصار فيه الكلام، وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى كذا، والله رد عليهم وثرب عليهم ودمدم عليهم، هو ماذا؟ موضوع ماذا؟ موالاة اليهود من دون المؤمنين، والمؤمنون قالوا لا، بل نوالي إيش؟ إخوانا المؤمنين ورسولنا وربنا دون اليهود، وخينقاع مثل عبادة ابن الصامت رضوان الله عليه. هذا الذي وقع فيه إيش؟ التردد بالشركة والارتياب إلى آخره. فحسم الله النزاع بأن أتى بصيغة الحصر، إيش قال؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، كأنه يقول وليس قينقاع، هؤلاء أولياؤكم وليس اليهود. مفهوم غير مفهوم؟ هذا هو.
لماذا تهونون علينا بموضوع إيه حصر ومش حصر وكذا؟ غير صحيح كلامهم، كل هذا إيه غير صحيح، لا من قريب ولا من بعيد، والسياق معنا. طيب لعلي أختم أيضا إيه بهذه القرينة. ذكرت إخواني وأخواتي أن اللفظ المشترك في الآية وهو ولي، اللفظ المشترك عموما من قواعد العربية ومن قواعد الأصول لا يحمل على أحد معاني إلا بقرينة خارجة. ولي معناها كما قلت لكم، أنا كذا وكذا 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 إلى 20 معنى. طيب نحن حملناه على إيه؟ المحب والنصير، أنتم حملتموه على الخليفة الإمام متولي الأمور، جميل؟ لابد من قرينة. من أسعد بالقرينة الخارجية، أنتم أو نحن؟ أنا أقول لكم نحن أسعد بمراحل. القرآن هنا السياق كله معنا من أوله إلى آخره يؤكد أن معنى الولاية هنا إيش هو؟ المحبة والنصرة، التولي، المحبة النصرة، التولي، السياق كله. فالقرينة معنا، وبدليل الآية التي ولتها. إيش قالت الآية التي ولتها وعقبتها؟ ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، شوف الذيل، فإن حزب الله هم الغالبون. إشارة إلى ماذا؟ المعركة بين الرسول ومعسكر الإيمان وبين قينقاع. الغلبة في الأخير إلنا، الله بيقول للمؤمنين مش لقينقاع، خليكم معانا أفضل، نحن المنتصرون. ما لهاش علاقة بالخلافة، خلافة إيه؟ إمامة إيه؟ بالله عليكم، هل وقع أيام قينقاع خلاف بين الصحابة من يكون الخليفة بعد الرسول؟ ثم بالله، وأنا أستحلف إخوان الشيعة قبل إخوان السنة، ثم بالله، هل سياق الآيات، هل جو الآيات، هل صيغة المضارع في الآيات، صيغة المضارع في الآيات كلها تشي بشيء مستقبل أم تتحدث عن شيء حاصل ويحصل كان؟ مش عارف، لا أدري كيف يفهم القرآن الكريم. هذا القرآن حجة قاطعة والله العظيم على كل من قرأ، أقسم بالله. لكن من أراد أن يستهدي به هداه الله، من أراد أن يهدي القرآن أضله الله. جاي هو بده يهدي القرآن، بده يعلم القرآن كيف تكون المعاني. طب في عندي كمان فائدة أخيرة مهمة جدا وهي استقرائية. استقروا، لا تقول استقروا، استقروا معناها يعني اطلبوا القراءة، لكن استقروا من الاستقراء يعني. استقروا كل موارد كلمة ولي ومولى وولاية في كتاب الله، فيما عدا موضعين فقط تعني بمعنى المحبة والمولاء والنصرة، المحبة المولاء النصرة باستمرار. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، صح؟ أنا نسيت موضوع المتضايفين، صحيح؟ قالوا إذا ما يكونش الولي بمعنى الخليفة بصير المضاف هو المضاف إليه. كلام فارغ، فعلا فهم عاطل عن التدقيق بالمرة. من يتوهم يا إخواني حين أقول لكم أيها الناس لا تغتابوا لا تغتابوا الناس، أيها الناس لا تغتابوا الناس، ماذا تفهموا منها؟ يعني لا يغتب بعضكم بعضا؟ تقول لا، أنت كيف تقول أيها الناس لا تغتابوا الناس؟ هذا هو هذا معناها، يعني أنت تريد أنه أحدنا لا يغتاب نفسه؟ أنا لم أرد هذا، ولا واحد يفهم من كلامي أنني قلت هذا. والذي قلته صيغة عربية مبينة فصيحة، أيها الناس لا تغتابوا الناس، أيها الناس لا تأكلوا أموال الناس. الله تكلم بما هو أبلغ من هذا، قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إيه معنى تقتلوا أنفسكم؟ يعني لا يقتل بعضكم بعضا، ولا مش صحيح؟ لأن في سورة البقرة لا تقتلون أنفسكم، ولا مش صحيح؟ إيه؟ يعني لا تقتلون بعضكم بعضا، كما صرحت الآية التي جاءت بعقبها، جاءت فسلموا على أنفسكم، يعني على بعضكم بعضا. طب بلاش، لا تلمزوا أنفسكم، ما معنى تلمزوا أنفسكم؟ يعني لا ألمز نفسي أنا كعدنان؟ ما معنى تلمزوا أنفسكم؟ لا يلمز بعضكم بعضا. فلما الله يقول تولوا بعضكم، يعني تولوا بعضكم بعضا، تولوا أنفسكم، إيه معناها؟ تولوا بعضكم بعضا. هلموا علينا بكلمات غريبة وكذا، وقال لك المضاف والمضاف إليه، كلام فارغ هذا، هذا لا يقوله من يعرف العربية، لا يقول من يعرف العربية. نعم أيها المؤمنون أنتم أولياء المؤمنين، واضح مش واضح كلامها؟ طيب أيها المؤمنون إنما أولياؤكم المؤمنون، إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون، تفهمون؟ يعني أنتم أولياء بعض، أنتم، قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه فيكن بعضكم وليا لبعض،
من كل جهة، أنا وليك وأنت ولي، أنا أواليك وأنت تواليني، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا كلام ملوش معنى. إذن أختم أيها الإخوة، كلمة الولاية في كتاب الله تبارك وتعالى دائما تأتي بهذا المعنى. تلوت عليكم نمطا من الآيات، إلا في موضعين: ولاية ولي الدم، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. ما معنى ولي هنا؟ القريب، يعني قريب من العصبات، الذي يتولى إيه المطالبة إيه؟ بدمه أيها الإخوة، أو يرضى إيه بالصلح والدية. هذا واثنين، ولاية الضعيف والأخرس والعاجز والسفيه، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه. وليه، هذا ولي وهذا مولى عليه، داخل في ولايته، هذا قريبه المسؤول عنه. فيما عدا ذلك الولاية تأتي بمعنى المحبة والنصرة، لا مدخلية لمعنى الخلافة والإمامة فيها بوجه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.